زي المشاريع. انا معايا الدكتوره امل اسماعيل، وكيل وزاره الزراعه بمحافظه قنا. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك واهلا بكل المستمعين. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. محافظه قنا، عايز اتابع معاكي وضعنا ايه الى الان في الاسمده. هل انا مستقر كمحافظه؟ في بعض الاماكن محتاجه مني ان انا يتم دفع كميات ليها. في مشاكل ظهرت في الجمعيات، ايه المتابعه اللي حضرتك بتقوم ليها بالنسبه للاسمده في محافظه قنا؟ احنا طبعا يعني هو الموسم ده الوارد لينا شغال، وصلنا معظم الجمعيات وصلت ل 50% في الاولى. مشكله النقل بين محافظه قنا والمصانع بتبقى فيها يعني تحفظات شويه، على ان سعر النولون بيكون واحد، فبيبقى في مشكله وصعوبه في النقل. وعشان كده احنا كتبنا مذكرة ان احنا بدل السماد ما هيقفل 30/8 هيبقى معانا شهر كمان عشان نعوض الناس اللي ما خدتش 50% التاني. ايوه، هو حضرتك ذكرت المشكلة اللي انا كنت هسأل عنها، يعني هو في ناس ومن نقادة عموما خصوصا اتكلموا على ان هم صرفوا نص كمية بالنسبة للقصب وما صرفوش النص الاخر، والمزارع بيقول لي انا دلوقتي هعمل ايه بالسماد حتى لو خدته؟ انا دلوقتي القصب عندي بقى. هقول لحضرتك حاجه، احنا طبعا ما فيش اي قياده في المحافظه او في الوزاره يكون في شكاره سماد موجوده في الجمعيه ولم يتم صرفها. يبقى المشكله مشكله انتاج وارد. تمام؟ الانتاج والوارد ده خارج عن يعني خارج عن اليات اللي نقدر نعملها. طيب، لان كمصانع مش قادرين نجيب كل الكميات اللي يعني حضرتك بكل بساطه بكل بساطه بتقولي انا اللي جالي سلمته للمزارعين، لان احنا كنا عارفين كلنا ان احنا عندنا مشاكل في الانتاج، ودي بسبب طاقه، بسبب مصانع توقفت ثم عادت مره اخرى للانتاجيه. انا كمحافظه اللي جالي وزعت على المزارعين، الناس خدت 50% في بعض الاماكن من مزارع القصب. طيب دلوقتي انا لو جالي كميات الاماكن تعدت 50، احنا بنراعي العداله للتوزيع وعاملين مرايه عندنا كل جمعيه وصلها قد ايه وفاضل لها قد ايه، وبنراعي ده في البرنامج اللي بيبقى بنحطه كل شهر. تمام. واحنا يعني كل المسؤولين اتجاهوا واضحه المشكله امامهم تماما وبيتصرفوا بدقه، بدليل انهم خدوا قرار ان احنا قنا واسوان في الشهر الجاي لو حتى كل المحافظات قفلت في الاسمده ومش هيتم لها وارد، هيتم وارد المحافظات الاخرى لمحافظات الصعيد عشان تعوضهم بالفساد الباقي. تمام يا فندم. طيب في سؤال هنا مهم قوي. تحت امرك. انا بوفر السماد والدوله بتدعمه للمحصول. يعني انا الخدمه دي كلها هدفي منها ان انا يبقى عندي محصول جيد. لو انا في مناطق عندي صرفت 50% ولكن خلاص الموسم الزراعي بتاعها قرب على الحصاد، مش هيضيف في السماد ده. ده بنعمله ازاي؟ هنصرف له السماد ولا هنعمل لجان للمعاينه على ارض الواقع، ولا الوضع هيبقى ايه؟ لا تاني معلش حضرتك، احنا 50% وصلت، وانت حضرتك بتقول ازاي المزارع هيتصرف في ال 50% التانيه. ايوه، هو خلاص زرع ومش محتاج السماد ده، مش هيحطه في ارضه. لا مش محتاج، والمزارع بتاعنا ذكي جدا واغرب من الغراب، وتاكد ان هو قبل ما بيحط يعني بيعيد زراعه القصب تاني في الخلفات التانيه والتالته بيكون السماد بتاعه مكون في البيت وموجود في البيت. بدليل نفس المشكله ظهرت السنه اللي فاتت، ولما اجي لتوريد المصانع وردوا كميات كبيره واعلى من المستوى اللي فات، اعلى من السنه اللي فاتت، ولحد دلوقتي فلوسهم في مصانع السكر. طيب ان كانت الاسمده السنه اللي فاتت كان فيها نفس المشكله وكنا واصلين ل 50% واقصى جمعيه خدت 70 او 71 والكميات الانتاج وصلت لده، يبقى ده دليل قوي على ان المزارع بتاعنا مزارع ذكي وبيبقى عامل احتياطاته في حساباته ان في مشاكل للاسمده ويبقى شايل اسمده او بيتصرف من الاسمده الموجوده اللي هي الاستيراد. دكتوره امل، يعني اللي ما صرفش 50% هياخد 50% الثانيه ومش هتروح عليه؟ هياخدها ومش هتروح عليه، وانا بقول لهم اهو دلوقتي اللي محتاج نجيب له اسمده حره يفك بازمه، وده مش هيمنع حقه في الاسمده المحليه. تمام، يعني احنا عندنا حل ثاني اهو، لو عايز اسمده حره هتتواصل مع الدكتوره امل صابر وهيتم توفيرها، وده ما يتعارضش مع حصتك المدعمه. لا مع الدكتوره امل. دكتوره امل اسماعيل، انا ايوه. طيب دكتوره امل، مشروع المراش ده اخباره ايه؟ انا عارف ان في هذه الفتره في تحركات سريعه.
طب هقول لحضرتك حاجه، مشروع المراس ده من 20 سنه، مش من النهارده ولا امبارح. ايوه. بس كانت مشاكل كتيره معوقه المشروع، وهو كان نواه يعني، هو لفت الانظار للفتره دي وادى ان احنا هنزود مساحات ثانيه داخل المحافظه. وعايزه اقول لك ان كل القيادات السياسيه على اعلى مستوى متجهه انظارها لمنطقه المراجده، يعني الاليات التنفيذيه سريعه وواخده كل وقت الناس كلهم، ان احنا فعلا ان شاء الله بعون الله هنزود مساحات للمساحات الموجوده اللي كانت في المراجده. طب يعني اشرحي لي، احكي لي ايه الصوره اللي موجوده عندي في المراجده دلوقتي واللي انا عايز اطورها. احنا المراجدة منطقة استصلاح جديدة، كان مخطط لها الاستصلاح من اكتر من 20 سنة. عملنا الدراسات مع وزارة الموارد المائية، اكدت وجود مية، يعني بعض الاماكن هتتروى ري بحاري، بعض الاماكن هتتروى مياه جوفية. عدت الدراسات دي، واحنا دلوقتي وزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة التخطيط ومجلس الوزراء كله وزارة التنمية المحلية كله مع بعضه بيتكاتف ان احنا بنحط استراتيجية هيجب تنفيذها على خطة، يعني مش هنقدر نقول كده زي ما كان بيحصل زمان استصلاح عشوائي، لا ده هتبقى في خطة، وخطة مدروسة من كافة الوزارات مع بعضها، وعشان يبدأ التنفيذ وهيقرب يعني هيبدأ في اقرب وقت بإذن الله. أنا بشكر حضرتك وإن شاء الله نتواصل معك علشان نطمن على مزارع القصب وعلى الأنشطة الأخرى داخل محافظة هنا. الله يخليك، بشكرك وبشكر كل المشاهدين. بشكرك يا فندم الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة هنا. كان في مداخلة جت والمزارع كان بيشتكي إن هو حصل على 50% من حصته بالنسبة للأسمدة لمحصول القصب. دكتورة أمل قالت أنا اللي